مرحبا بكم. الاعتداء من قبل بعض المواطنين على موظفي الدولة في القطاع العام والخاص بأداء وظائفهم تزداد يوما بعد يوم، وبعض الحوادث تجاوزت اللفظ والضرب ووصلت إلى حد القتل المتعمد، والشواهد على ذلك كثيرة، ولعل أبرزها الاعتداءات على الأطباء وذوي المهن الصحية في المستشفيات والعيادات الخاصة، والحال يشمل أيضاً أعضاء الهيئات التدريسية في المدارس والجامعات، فضلاً عن موظفي البلدية والأمانة ودوائر أخرى إثناء قيامهم بواجبهم بإزالة المخالفات والتجاوزات. ولم ينتهي الأمر عند ذلك، فلم يسلم حتى حامل قانون من الاعتداءات، فكانت حصيلة أو حصة رجل المرور هي الأكثر بين أقرانه من منتسبي وزارة الداخلية والدفاع. هذه الاعتداءات من قبل مواطنين كانت أغلبها تحت حماية عشائرية أو مسؤولين حكوميين، على الرغم من وجود نصوص قانونية تجرم الاعتداء على الموظف إثناء أداء واجبه، لكن للواقع حديث آخر في ظل انتشار السلاح المنفلت وسطوة العشائر ومحميات المسؤولين. كل هذا وأكثر في ملفنا الاعتداءات على موظفي الدولة، لكن نتابع هذا الاستطلاع ولنا عودة في الحديث. بصراحة اليوم أنا إذا ما أعرف أنه أكو غرامة بالمرور أخالف النظام، بس من أعرف أكو غرامة، بس غرامة بدون رشوة، ما يجي الموظف يأخذ رشوة ويروح غصبا عليه، راح التزم. هاي المشكلة الأساسية بالموضوع. بدون شك، لأن أنا ما خايف من النظام، من القانون. لو أكو قانون يحمي الموظف ما تجاوز، بس ده القانون ده يحمي الموظف، والموظف أيضا إذا يقتنع باللي يدفع له المواطن، فراحت قيمة الموظف، راحت قيمة الوظيفة، راحت قيمة الحكومة، انتهى البلد. طبعا إذا كان الموظف مقصر لا، هناك إجراءات قانونية تتخذ ضده، أما يجي شخص يعتدي عليه ويهينه أثناء دائرته فهي حالة سلبية، يعني حتى تقلل من قيمة الموظف. وإحنا نشوف هناك اعتداءات كثيرة خاصة بالموظفين الذين يحتكون بالمراجعين بصورة مباشرة، فلازم هاي تصير لها حلول وتصير لها ضوابط بعدم الاعتداء على الموظف، وكذلك الموظف أن تكون له لياقة بالتعامل جيد ويا الموظف ويا المراجعين. هو ما يشعر بالاطمئنان ولا الأمن الوظيفي زين، ومهدد في أي لحظة، وراح يخليه ما يشتغل صحيح. اي ما يشتغل صحيح لأنه يخاف، يعني لما يجي مواطن عنده معاملة أو فد شيء يضطر نوبات يقفز على القانون، يا اما بالرشايه اما بالتهديد، هذا السبب. والموظف هم ايضا يعني صار من ضمن المهددات الى نفسه. طبعا هذا مو يعني مسوغ انه يتجاوز على الطبيب او يهدد عشائريا، احنا ضد هذا التوجه تماما، هذا التوجه القبلي. او لازم يكون مجتمع واعي، مجتمع يعرف انه كيف يتعامل ويا موظف الدوله ويا اي موظف يقدم له خدمه، لكن ما لازم يكون هذا المطلوب من المواطن، لازم يكون ويا مستوى خدمات يليق انه يقدم للمواطن، حتى يعرف انه هذا الموظف قاعد يقدم له خدمه بالدرجه الاولى له. الاعتداء على موظفي الدولة في القطاع العام والخاص من قبل معتدين سواء كانوا أفراد عشيرة أو جماعات مسلحة تسبب بهجرة الكثير من الكفاءات العلمية والأكاديمية من موظفي الدولة إلى خارج البلاد. هذا الأمر سجل منح خطير بالنسبة للسلم المجتمعي، والذي يمتد بخطره إلى بداية ثمانينيات القرن الماضي، ومن ثم ازداد في التسعينيات بسبب الحصار الاقتصادي أبان الحكم السابق ما قبل العام 2003. وبعد هذا العام لم تقف الهجرة بسبب الاعتداءات على موظفي الدولة، على الرغم من وجود حكم ديمقراطي يتضمن دستوره حماية الموظف وخلق بيئة آمنة للعمل في البلاد، فكانت حصيلة المهاجرين أو بالأحرى الهاربين من هذه الاعتداءات. مثلاً على صعيد الأطباء، أكثر من 70,000 طبيب بحسب تقارير لمنظمات دولية، ولعل آخرها وليس أخيرها الاعتداء العشائري على أحد أطباء محافظة ميسان الذي طلب الهجرة خارج محافظته بعد أن أغلقت عيادته ودفع فصل عشائري مقداره 80 مليون دينار عراقي، إلا أن القوات الأمنية تدخلت وعادت بالأمور إلى سابقها.
التهديد اللي تعرض إليه إن شاء الله إحنا ما نسمح لأي واحد يتقرب من العدة ولا من أي دكتور موجود في المحافظة، وجميع الأطباء أخواننا هنا هم على رؤوسنا ومحميين، ونسمح لأي أحد يتجاوز لا على عملهم ولا على عوائلهم، وأيضا أمننا الحماية الكاملة للدكتور ولل جميع الاخوان الاطباء اللي موجودين في محافظه نسان، وان شاء الله على بركه الله راح الدكتور يرفع هذه القطعه مال المجرمين، وان شاء الله يمارس عمله في هذه العياده ويخدم اهله وناسه في محافظه نسان. تكرار تعرض موظفي الدوله الى الاعتداء من قبل افراد او جماعات عشائريه او اجراميه دفع مجلس النواب وفي وقت سابق لتشريع عده قوانين لحماية موظفي الدولة، لكنها لم تردع هذه الاعتداءات، ومن جملة هذه التشريعات قانون حماية الأطباء والذي نص على حمايتهم من الاعتداءات والمطالبات العشائرية، فيما ذهب أيضا المشرعون إلى قانون حماية المعلم بعد تعرض الهيئات التدريسية لجملة من الاعتداءات من قبل بعض الطلبة وعوائلهم، قوانين أخرى لحماية موظفي الدولة. أما الجهات الأمنية فلم تقف حبيسة التشريعات بعد ارتفاع حالات الاعتداء على منتسبيها، لا سيما رجال المرور الذين باتوا عرضة للاعتداءات من قبل مواطنين رجالا ونساء مستقوين بسطوة العشائر أو مسؤولين حكوميين، ما دفع وزارة الداخلية بتشكيل قوة لحماية منتسبيها الذين يتعرضون لاعتداء من قبل مواطنين، ناهيك عن حمل السلاح من قبل المنتسب للدفاع عن نفسه من أي اعتداء، لكن ما بالك بالوزارات الخدمية والتي لا تملك قوة أمنية بقيت دون حماية طالما بقيت قوانينها حبيسة مجلس النواب لدورات متعاقبة. وما يزيد من واقع السلبي لحوادث الاعتداءات على موظفي الدولة تصويرها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يشكل دافع سلبي على الموظف بعطائه الوظيفي، لكن بالمقابل لولا هذه الفيديوهات المصورة من قبل موظفين أو مواطنين لانتهت أكثر هذه الاعتداءات بالتصالح بوس عمك بوس خالك إرضاء لعرف عشائري أو لواجهة مسؤول حكومي. ولعل ما حصل في بغداد خلال الشهر الماضي باعتداء 2 من النساء على ضابط مرور بعبارات لفظية وبالضرب كادت أن تنتهي بالتصالح، لكن للرأي العام كان موقف آخر أجبر الجميع بالالتزام بالقانون ومحاسبة السيدتين. لكن ما بالك لو كان المشرع والمراقب والتنفيذي هو الذي يتجاوز على موظف دولة. ولهذه الحوادث على ما نقول الكثير من الأحداث التي دونتها عدسات كاميرات الهاتف، وآخر الصيد نائب في البرلمان يهدد قوة أمنية بتكسير أقدامهم في حال اعترضوا موكبه، واللي كان بعناصر غير مصرح لهم بالدخول إلى المنطقة الرئاسية، رغم أن رجال الأمن لا حول ولا قوة لهم إلا بتنفيذ القانون. شباب اتحملوا الخاطر، راح نعمل واجهه ضدكم البرنامج، بس سياده النائب ارجع قانون بس بذات الله اللي مدين تحشكم قلت لا تشوفها. يلا يلا انا بخاف عندكم اوامر. ما ادري من هو ورغم أنه الموظف محمي بأداء واجبه الوظيفي دون أي اعتداء وفق قانون العقوبات 111 لعام 1969 وفق ما نصت عليه مواده، ومع تعديل الغرامات في قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى يكون مقدار الغرامات بالاعتداء على الموظف تبدأ من 50,000 دينار عراقي وتصل إلى 10 ملايين، لكن الاعتداءات ما زالت متكررة في ظل خوف الموظف في حال تقديم شكوى يتعرض إلى اعتداء عشائري قد ينهي حياته أو أحد أفراد عائلته، فضلاً عن أن الكثير من المعتدين على الموظفين غالباً ما يكون مسنوداً من قبل شخصية حكومية، وبالتالي يخلي الموظف متخوف في حال تقديم الشكوى، وقد ينقلب الموضوع ويبعد الموظف أو ينقل إلى مكان آخر،
فما بين الشكوى والخوف منها دفعت الموظف إلى أن يكون الأضعف في الدولة التي يبلغ عدد موظفيها قرابة 4 ملايين موظف. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأكارم، وأرحب بضيفي المتخصص في الشأن القانوني عباس العقابي. مرحبا بك دكتور وحياك الله. مرحبا بك. في بعد التحري، الاعتداء على موظفي الدولة ما بعد العام 2003 هي ليس بظاهرة جديدة، بل كان ما قبل عام 2003 أيضا، لكن ربما عدم وجود الإعلام والسوشيال ميديا اليوم أصبح الموضوع أمام مرأة الجميع من خلال ما يصور عبر كاميرات الموظف نفسه أو المواطن. إذا نرجع للأسباب، رغم وجود قانون العقوبات 111 وأيضا وجود قوانين مشرعة من قبل البرلمان العراقي. مجددا تحية لك ولمشاهدينكم الكرام. طبعا الأسباب، البعض يخشى المشاكل العشائرية التي تلحق القانون، لأن اليوم إجراءات الدعوة تتطلب أيام لكي تثبت حقيقة الدعوة. اليوم القاضي ليس باليوم الأول أن ينظر الدعوة ويبت بها، فهذا أكيد سوف يكون خلل بالقانون. القاضي لديه مساحة واسعة، يسمع من الأطراف ويسمع من الشهود، أحيانا تجد هنالك أقراص كاميرات تنزل على شكل ورق أو تفرغ، فبعد ذلك يبت ويحيل الموضوع إلى قاضي الجنح أو قاضي الجنايات. طيب. ولهذا تجد أن العملية تستغرق وقت، والاستغراق الوقت هو لأجل ضبط القانون ولأجل تطبيق القانون بصورة صحيحة. البعض يخشى الذهاب إلى القانون. يعني هسه إحنا نروح لأنه قضية الروتين في إجراء الشكوى. نعم. بدءا من المركز وصولا إلى المحاكم. نعم. هذا السبب هو اللي يخلي الموظف ما يروح يشتكي؟ لا أعتقد هذا السبب. السبب هو الخشية من ما بعد الدعوة. كيف يعني؟ يعني الخشية العشائرية، الخوف. اليوم العشائر حاكمة على أكثر المواضيع. يعني اليوم تجد الموظف قبل أن يذهب إلى الشكوى يذهب إلى شيخ العشيرة لتسوية الأمر، وإذا لم يكن هنالك تسوية في الأمر يذهب إلى القضاء. القضاء نفسه طويل في هذه الدعاوى. طيب. تستغرق أيام وأشهر لكي تقف على الحقيقة، وبالتالي تجد أنه الموظف يستغل أسهل الطرق وهي الذهاب إلى الأمور العشائرية. طيب، إذا رحنا القضية مهمة، أنه في ظل وجود قانون العقوبات وأيضا قوانين شرعت من قبل البرلمان العراقي، لكن بالمقابل أكو تجاوزات. هذا الموضوع هل يؤثر على المواطن بعدم تفاعله مع القوانين الموجودة في البلد بما يحميه كموظف؟ عادة المواطن عندما يعتدي، هو الاعتداء أصلا طريقة غير حضارية وطريقة تخلق بيئة طاردة إلى الثقافة وتخلق بيئة طاردة إلى التقدم في البلد. أحيانا نجد هنالك الأشخاص الذين يعتدون على موظف هم أشخاص أحيانا يكونون غير منضبطين، أو أحيانا تكون هنالك اندفاع بسبب حدث ما يفقد السيطرة عليه فيضطر إلى الاعتداء على الموظف، وبالتالي تكون هنالك نتائج سلبية على الطرفين، ويكون المتضرر الأول والأخير هو المعتدي، لأن القانون يحمي الموظف. طيب. ويشدد العقوبة على المعتدي سواء كان يحمل سلاح أو لم يحمل سلاح أو يقوم بإهانة، على الأقل حتى الإهانة جرمها القانون. لكن أيضا قلة الوعي الثقافي لدى بعض الموظفين، الثقافة القانونية بالتحديد، فلا يتدارك الذهاب إلى القضاء، وإنما يكتفي بتقديم
الأمور العشائرية قبل القانون، ونحن نهيب الأخوة الموظفين وكل من يقوم بخدمة عامة في البلد عندما يحصل عليه تجاوز عليه أن يذهب إلى القضاء قبل أن يذهب إلى الأمور طيب العشائرية. أنت تعمل في القضاء وأستاذ أكاديمي، أكيد مرت عليك قضايا من قبل موظفين قدم شكوى، مر عليك هيك قضية وهل كان الموظف متفاعل مع الشكوى لو انسحب وتركها للعشائر؟ يعني أنا صارت حادثة مع زميلي، كنا مهكنين أنا وزميلي الأستاذ علي كريم، فكان أحد الأطباء طبيب تخدير هو طيب. ومتمكن جدا، لكن أثناء العملية توفيت امرأة بين يديه، وكان وهم يعتقدون أن السبب كان بسبب التخدير مع أن هي امرأة كبيرة طيب. مما أضطر إلى التعدي على هذا الطبيب وضربه وطرده من المستشفى وإهانته إهانة يعني حسب ما أدعى هو. بعد ذلك أجى يريد يقدم شكوى، فعندما شرحنا له موضوع الشكوى وإجراءاتها داخل المحكمة يعني أصبح لديه خشية، قال أنه ما بعد الدعوة ممكن أن يكون هنالك عشائر، يعني إذا أنا ذبيت ابنهم بالسجن قد عشيرته تجي تقاضيني. قلنا له هذا ممكن، يعني احنا لازم اليوم نسولف بما موجود بالمجتمع، قلنا له ممكن قد تكون هذا طيب. فبالتالي هو قدم استقالة وذهب إلى أوروبا، والآن يعمل طبيب تخدير في إحدى المستشفيات الأوروبية. غريب. نعم. عاف وظيفته بالعراق وغادر. أروح وياك لنقطة مهمة، الآن سطوة العشائر في ظل اعتداء مواطن أو أشخاص غير منضبطين على موظف أقوى من سطوة القانون بحماية الموظف؟ هنالك لا نقول سطوة. من خلال تعاملك أنا. نعم. بالمحاكم. الـ 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 الموظفين يخشون الذهاب إلى القضاء حقيقة. إلا ما ندر. البعض يذهب إلى التسوية العشائرية خوفا من ما بعد الدعوة، لأن هنالك إجراءات قد تلحق به عشائرية ما بعد الدعوة، وحتى لو قامت الدعوة خلال مجريات التحقيق سوف تكون هنالك تدخل عشائري على أن يتم التنازل من هذه الدعوة. يعني بالمجمل اليوم الطابع العشائري مسيطر على مفاصل الحياة الاجتماعية وغير الاجتماعية، يعني اليوم حتى إذا شخص قدم شكوى يمكن بعد يومين يسحبه، ليش؟ هنالك مفاوضات عشائرية دخلت على الخط. طيب احنا متفقين على انه القضاء يعني هو مثل ما جربناه ومثل ما نلاحظ ونشاهد ونتابع في اي قضيه ياخذ موقف حاد، وبالتالي هو مع الموظف اذا كان على حق ومع المواطن اذا كان على حق فعلا. هذا متفقين عليه. احنا القضاء ما موجود من صوره وثبت من خلال ادله موجوده، كل هاي الادله ثبتها القضاء اليوم هي بضمان حقوق المواطن. ليش المواطن متخوف من الذهاب للقضاء؟ فقط الروتين هو العائق؟ لو أكو قضايا أخرى محميات كعشائر كمسؤولين حكوميين متنفذين إلى آخره؟ القضاء طبعا هو يطبق القانون، لا يمكن أن يجتهد ولا اجتهاد في مورد النص، يعني كل ما هنالك يطبقه القاضي هو موجود على القانون تمام. ويمكن لأحد إذا غبن حقه أن يعترض لدى محكمة التمييز. طيب الروتين هو الروتين صحيح ممل، لكن هو ضمن مجريات إثبات الحقيقة، يعني ما ممكن يوم أنا أقدم شكوى على شخص وثاني يوم القاضي يحيل إلى محكمة الجنح أو محكمة الجنايات وبالتالي سيساءل القاضي إلا أن يقف على الحقيقة ومن بعده يرفع الأوراق. هذا يأخذني على أنه الموظف هو المتسرع، يعني معناها مو القضاء. القضاء لا القضاء إجراء طبيعي. إجراء طبيعي. زي الموظف ليش ما ينتظر؟ شو المشكلة حتى يأخذ حقه؟ الموظف يعني دائما عادة ما تكون الشكوى في بدايتها يكون الموظف مندفع اندفاع كبير ويسمع أنه هنالك قوانين تحمي الموظف ويريد تطبيقها بأسرع صورة ممكن، وهو يعرف أنه يعني ليس مذنبا، لكن القضاء لا يعلم من هو المذنب، وهذا حتى يثبت أنه أن الموظف مظلوم يحتاج إلى بعض الوقت، يحتاج إلى شهود القضاء. يحتاج إلى تصوير فيديوي يحتاج إلى كثير من الأمور، لأن الوقوف على الحقيقة وهذا قرار، يعني قرار ليس بالأمر السهل، قد يذهب به إلى سجن، والسجن يعني يعد من السالب للحرية، وبالتالي طيب. على القاضي أن يتأنى وإجراءاتهم صحيحة. لكن حتى لو أقيمت الدعوة ستدخل العشائر على الخط، وبالتالي سيقوم الموظف بالتنازل عن هذه الشكوى، وكثير حصلت بالمناسبة. طيب. أروح إلى قضايا أخرى أيضا في موضوع الاعتداء على الموظفين، لكن نروح فاصل ومن ثم نواصل. أرحب بكم مجددا مشاهدينا الأكارم، وأرحب مرة أخرى بضيفي المتخصص في الشأن القانوني عباس العقابي. مرحبا بك دكتور مرة أخرى. تحدثنا قبل الفاصل على أنه المواطن حتى لو يقدم دعوة قضائية أو بالأحرى الموظف إلى القضاء وهو يعرف يعني أنه القضاء سيحكم له إذا كان على حق، لكنه يذهب على خط العشائر والقضايا تحل بالصلح. زين، إذا رحنا إلى أهم التشريعات البرلمانية اللي ما بعد عام 2003، مثلا قانون حماية الأطباء، حماية المعلمين، وأيضا إذا أكو قوانين أخرى، هل هي كافية
لتطمين الموظف بأنه حقك موجود لو ما زالت غير كافية؟ حقيقة بعد عام 2013 شرعت وبعد استفحال هذه الظاهرة شرع قانون الأطباء وشرع قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين. هكذا قانون جدا مهم وجدا وضع الطبيب والمعلم في مأمن. ليش؟ لأن بعض النصوص القانون تنص على أنه في حال تعدي على موظف ومطالبته الطبيب، يعني اليوم أجى شخص عنده واجه طبيب وتكلم بأسلوب عشائري أنه طيب. هدده بالأسلوب العشائري، تكون عقوبته السجن لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة تقدر تقريبا غرامة تقدم حتى أكون واضح مع النص يعاقب الحبس مدة لا تقل على 3 سنوات بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية أو غير قانونية ضد طبيب عن إنتاج أعماله الطبية. يعني اليوم طبيب خطأ طبعا الخطأ الطبي أحيانا يكون حتى نكون منصفين قد يتساءل بعض هل دائما الطبيب هو ليس مذنب؟ لا بالتأكيد أحيانا الطبيب يكون مذنب. طيب. سواء عن عمد أو غير عمد. روح لها القضية بعدين نسأل بيها بس لكن بالضمان القانوني وبالأمر الطبيعي إذا شخص اليوم هدد طبيب بالأمور العشائرية تكون عقوبته حبس لا تقل على 3 سنوات وغرامة 10 ملايين دينار. خلي نتابع أنا وياك فيديو الطبيب في محافظة ميسان تم إغلاق عيادته ودفع فصل عشائري مقداره 80 مليون. شباب عرضونا الفيديو نتابعه أنا والدكتور حتى ثم نرجع. والتهديد اللي تعرض إليه إن شاء الله إحنا ما نسمح لأي واحد يتقرب من العدة ولا من أي دكتور موجود في المحافظة، وجميع الأطباء أخواننا هنا هم على رؤوسنا ومحميين، ونسمح لأي أحد يتجاوز لا على عملهم ولا على عوائلهم، وأيضا أمننا الحماية الكاملة للدكتور ولل جميع الأخوان الأطباء اللي موجودين في محافظة ميسان، وإن شاء الله على بركة الله راح الدكتور يرفع هذه القطعة مال المجرمين، وإن شاء الله يمارس عمله في هذه العيادة ويخدم أهله وناسه في محافظة. طيب قانون موجود ويحمي الطبيب وبي سجن وبي غرامة مالية، مع هذا الموضوع ما صار له يمكن أسبوع أو أكثر. نعم. يعني معناها رغم القانون موجود وما شرع من قوانين برلمانية إضافة إلى قانون العقوبات 111 إضافة إلى القضاء الذي بين فترة وأخرى يطمئن الموظف بأن حقك موجود بس تعال اشتكي، ليش اللي جاي يصير؟ يعني أنا أعتقد وأجزم لك أنه المعتدين لا يعلمون بوجود هكذا قانون والطبيب قد يعلم. يعني اليوم القصور من الطبيب، إذا شفت هكذا تصرف وإغلاق والتهديد بالأمور العشائرية اذهب إلى المحاكم، ستجد هنالك القضاء ينصفك ويقوم بحبس الشخص لمدة 3 سنوات وبغرامة 10 ملايين دينار كل من يتظاهى أو يتعدى بأسلوب عشائري على الطبيب. طيب ليش ماكو هاي الثقافة؟ أنا سأستغرب دكتور وواعي وعنده أكيد ثقافة بالإضافة لا صديقك اللي هاجر إلى أوروبا، نعم. ليش ما عندهم الثقافة يروح يقدمون شكوى وشوية يتأنون ينتظر القضاء حتى يأخذ مجراه بشكل طبيعي وثم يقدم الحكم اللي هو يناسب الحق؟ يعني هو رسالة نوجهها إلى الأخوة الأطباء، عليكم بالذهاب إلى القضاء قبل أن تذهبوا إلى العشائر، لكن نحن نعلم في مجتمعاتنا اليوم أن الطبيب يعتبر إنسان مثل ما يقولون بسيط جداً، لا يفتعل المشاكل، لا يبحث عن المشاكل، مسالم جدا على قولة المثل يمشي في صف الحائط مثل كما يقال. يعني اعتقد انه خوفه وخشيته من الامور اللاحقه انه لم يقم، يعني لا استبعد اليوم كل الاطباء يعرفون هذه الماده، لان هذه الماده حمت الطبيب بموجب القانون، عدم ذهابه الى القضاء. طيب. لا يمكن ان يفسر غير خوفه من الامور، فقط هذا حتى المعلم، لان حتى المعلم قانون حمايه المعلم اكيد حمايه المعلم، لكن مع هذا ما زالت تجاوزات. نص قانون حماية المعلم شنو نص قانون؟ نعم اللي إيجابي قانون المادة 4 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 1 سنة ولا تزيد على 3 سنوات بغرامة لا تقل عن 2 مليون دينار ولا تزيد على 10 مليون كل من يعتدي على معلم أو مدرس، هذا الاعتداء. ثالثا يعاقب من المادة 4 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 4 سنوات، يعني من يوم إلى 4 سنوات وتشدد أحيانا تصل إلى 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 ملايين دينار ولا تزيد على 10 ملايين دينار أو إحدى هاتين عقوبتين كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد المعلم. مع هذا هم أرجع وأقول لك وجود القانون وغرامات مالية وإجراءات مشددة ما زالت الاعتداءات مستمرة. هم أرجع شنو السبب؟ المعلم غير قادر يشتكي لو هي عشائر أقوى؟ أعتقد هو للأسف هو عدم معرفة القانون من قبل المعلمين والمشرفين
واحيانا حتى الاطباء. ليش؟ لان اغلب الدعاوى يعتقدون انها تحال على 413 المشاجره وهي عقوبتها بسيطه جدا. يعني اليوم نشوف شخص يعتدي على معلم، المعلم يتصور انه ستذهب الى المشاجره، والمشاجره طيب. تاخذ وقت طويل وعقوبه بسيطه. زين، القوات الامنيه المشكله الاكبر خاصه رجال المرور. يعني وين ما نروح اليوم نشوف شخص سواء محمي بعشيره معينه، محمي تحت حماية مسؤول معين، يتجاوزون على رجل المرور اللي هذا هو أساسا مهمته ينظم السير. نعم. شنو السبب؟ هم نقول القانون لو وين المشكلة؟ طبعا أكون فد مشكلة بالقانون. يا قانون تحمل. قانون المرور. مرور. شنو مشكلته؟ شوية أجحف حق المرور في مادة ما وعظم مسؤولية المرور وشأن المرور في مادة أخرى. شلون؟ يعني المادة 4 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة. العفو. بس خلي أطلع المادة إذا أمكن. طيب. المادة 38 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، أولا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر كل من أهان أو هدد رجل المرور أثناء تأدية واجبه. لا تزيد على 3 أشهر، من يوم إلى 3 أشهر اللي يعتدي على موظف على رجل مرور ويقوم بإهانته عقوبته من يوم إلى 3 أشهر. ما تتناسب مع الوضع، بينما قانون العقوبات نعم المرور هو موظف ومكلف بخدمة عامة، هذا قصدي. تكون عقوبة إلى 2 سنين. تمام. وإحنا هنا لو عرضت الموضوع اعتداء على مرور سيطبق قانون المرور، لأن هنالك مبدأ الخاص يقيد العام. قانون المرور قانون خاص. ممكن هذا القانون فتح المجال بالاعتداء عليهم؟ أكيد 100%. أها. وهذا قانون، هذا القانون يطبق قبل قانون العقوبات، لأن هذا قانون خاص بالمرور. لكن رفع تدارك المشرع الموضوع فيما بعد وعالج الموضوع في نفس المادة. ثانيا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة على سنة واحدة كل من اعتدى على رجل المرور أثناء تأدية واجبه أو بسبب ذلك، وتكون العقوبة الحبس الشديد إذا حصل نتيجة الاعتداء والمقاومة جرح أو أدى إلى تمزيق الملابس الرسمية. يعني تصل العقوبة من سنة إلى 5 سنوات جيد. إذا حدث تمزيق للملابس. طيب إحنا اللي جاي نشوفه أكثر الفيديوهات اللي تنشر أنه أهانة للمرور عن بعد او سب او شتم او قذف او كلام غير لائق. طيب هذا شنو ينطبق عليه؟ تنطبق عليه العقوبه ذات 3 أشهر، بينما كان خفيفه جدا. حتى نكون منصفين، بعض الموظفين يتصرف بطريقه غير لائقه وربما يخذل المواطن يتجاوز. ذكرت لي مثال، هذه الحاله شنو نسميها واذا عندك شواهد على هذا الموضوع؟ يعني احيانا هو صح حتى لا نلقي باللوم على المواطن، احيانا بعض الموظفين وليس الكل، مع كل احترامنا ويعني عظيم الاحترام والإجلال لجنابهم. طيب. أحيانا بعض الموظفين يكون غير ذا لياقة عالية في التعامل مع المواطن. يعني أروي لك رواية في إحدى المحافظات الشمالية، يعني ما بين 2009-2010 هيجي، صار تعدي على بعض موظفين إحدى الدوائر التربية بالمحافظة. السبب شنو؟ السبب أنه كانت هنالك تعيين، وسابقا التعيينات مو إلكترونية. يضعون الأسماء في كرات بلاستيكية ومن ثم يقومون برج هذه العلبة ويقوم بسحب الكرات ويطلع اسم الموظف المتعين الجديد. على سبيل المثال فلنفرض هنالك 15 معلم و50 كرة. سحبوا ال 15 معلم، طلعت الأسماء، بعد ذلك أصبحت ضجة وتم الاعتداء على الموظفين أنه أنتم هذه الأسماء يعني عندكم علم بها، فكيف بهذه الآلية وهي الكرات مغلقة؟ تبين فيما بعد أثناء مجريات التحقيق أنه الموظفين في هذه الدائرة قاموا بتبييت الكرات البلاستيكية في الثلاجة ليوم كامل. حتى من يجي الموظف يسحبها يلزمها باردة تطلع بها اسم. وبالتالي يعني هذا هو يكون مشكلة. سبب يعني احنا احيانا لا ننقب اللوم على المواطن. أنا أشكرك شكرا جزيلا المتخصص في الشأن القانوني عباس العقابي، شكرا جزيلا. شكرا لكم، حياكم الله. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأكارم، وأرحب بضيفي النائب السابق حسن فدعم الجنابي. حياك الله سيد حسن. الاعتداءات على الموظفي الدولة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ما بعد عام 2003 أخذت ربما منحى آخر بوجود السوشيال ميديا والموظف يصور الاعتداء أو المواطن. إذا نرجع لأصل الموضوع، هو شنو أسباب تجاوز المواطنين على موظفي الدولة ولماذا ازدادت في الآونة الأخيرة؟
شكرا لك استاذ محمد، وتحيه لك، وتشرفنا اليوم حقيقه بلقاء حضرتك. حياك الله. تحيه لمشاهدينكم الكرام ان شاء الله. انا مفرده ما بعد 2003 وكان تاريخ 2003 هو حد فاصل ما بين مرحلتين. نعم هو سياسيا ربما يكون نظام شمولي ونظام ديمقراطي، نعم ربما من الناحيه السياسيه ذاك نظام دكتاتوري تحول الى نظام ديمقراطي، لكن مو كل شيء ممكن نحسبه قبل وبعد. مثلا محور الحلقه مثلا اليوم موضوع الموظفين وتعامل الموظفين، هو الشعب نفس الشعب والموظفين نفس الموظفين. طيب الدوله ما تغيرت، تغير نظام الحكم بس الدوله نفسها، مؤسسات الدوله نفسها موجوده، نفس البلديه، نفس الصحه، نفس ما تغيرت الدوله قائمه. مقصد طيب الحكومه تغيرت لكن الدوله قائمه. لكن المقارنه انه النظام الحالي حينما جاء يصحح اخطاء النظام السابق، نعم. اعتبار النظام السابق كان نظام شمولي، نعم. نظام ديمقراطي يحمي الموظف ويحمي المواطن، ولهذا الاسباب نقول لماذا بقيت هذه الحاله. نعم هسه جايك. فالمقارنه يعني خلينا نقول بعد مجيء الاعلام والسوشيال ميديا وظهور هاي الحالات قام تظهر بالاعلام قبل ما ندري بها. انا على سبيل المثال انطيك، قبل كانوا يسوون احصاء على عدد ضحايا كورونا، كل المجتمع يسولف بها والاعلام يسولف كورونا ايش قد ماتوا وايش قد طابوا وايش قد، بينما كانت الحوادث المروريه تاخذ من عندنا اكثر من كورونا. بس لين سلط الاعلام على جانب معين بدا يبرز اكثر. طيب الاعتداء على الموظفين بشكل عام، طبعا هو يعني موظف الدوله بشكل عام هو محمي بالقانون، يفترض هو محمي واكو ظروف تحميه، لكن انا عندي وجهه نظر طبعا ربما تكون مختلفه. كيف؟ انا اقول موظفي الدوله اليوم اي مواطن ساله قلت ليش ما تراجع مؤسسات الدوله؟ قلت لازم انزع كرامتي بالباب، انزع كرامتي واطب دائره الدوله، لانه يطب دائره الدوله يطلع بلا كرامه. على طريقه التعامل طبعا قليلين اللي يضطر انه يحكي او يعترض او يجادل، لان طريقه التعامل مع المواطن في مؤسسات الدوله حقيقه طريقه مهينه، مهينه جدا. انا كنت مجلس محافظه 6 سنوات ونائب في برلمان 3 سنوات ونص تقريبا، وانت رقيب، وهاي الحاله كنا نشهدها يوميا يوميا، مره يضغط على مدير ياخذ رشوه، مره يضغط او ما له خلق او ما وقتها حاطينه كلهم وياكلون. هاي طبعا هاي حاله عدم الرقابه على مؤسسات الدوله التنفيذيه او طريقه التعاطي مع المواطن طريقه غير تثير حقيقه تثير الناس. ما اقول كل حالات الاعتداء صارت بسبب اثاره، اذا انت مع انه هناك رده فعل من المواطن؟ نعم هناك بسبب سوء تصرف او معامله الموظف. انا اكاد اجزم ان اغلب الحالات اللي جايه تصير، المشاكل اللي جايه تصير هو بسبب المواطن. يجي ماكو مواطن يجي من اهله يجي يتعارك ويا موظف، بس من يجي يلقى معاملته مراوينه نجوم الظهر ما صايره، ومن معامله تحتاجها 10 دقائق صار لها 7 اشهر 8 اشهر ما خلصانه، ومن يحكي ويا الموظف يحكي ويا خشمه، يضطر يحكي بطريقه ربما غير مناسبه. يصير نجي وحده وحده. هسه عندنا الاطباء، تعرف انه الدوائر الحكوميه مستشفيات ومستوصفات، وهناك عيادات شعبيه وخاصه. اليوم الاعتداء على الدكتور او الطبيب او الموظف، شخص توفى يعني ما بيد الدكتور شي سوى او الطبيب، شوف تجاوز من قبل اهالي على الموظف او الطبيب، هذه هم سببها الموظف؟ لا ظاهره خاطئه طبعا، انا قلت حكيت والموظف يجب ان يكون محمي بالقانون. طيب لكن نفس الوقت ذكرت حضرتك موضوع المستشفيات، احنا عندنا مستشفيات بالعراق؟ عندنا رعايه صحيه حقيقه؟ لا ماكو. واتحدى اي واحد يطلع وزير صحه رئيس وزراء يجي يقول لي لا حكيك مو صحيح، واروح اراوي اماكن الموت، اماكن مال الموت هذه مو مستشفيات. الان مراكز الطب لها مو معنى مركزه. طبيب تحكي وياه او مضمي طبعا نادرا، انا ما احكي عن حاله عامه يعني، احكي عن حالات موجوده، واكو حالات غيرها طبعا موجوده اكيد، حالات انسانيه وعندنا ناس شرفاء، عندنا ناس ضحوا بانفسهم ايام كورونا ودخلوا ويا المصابين ورعاهم، لكن اكو حالات منتشره بشكل هائل في مستشفياتنا. حضرتك مواطن وجاي تطلع يوميه وتشوف كلام منطقي، جاي نشوف حالات حقيقه مخزيه 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 في طريقه التعامل. بس هذا يدفع المواطن على انه يتجاوز على الطبيب أنا والموظف. انا اجزم كثير من اللي يموتون الان بالمستشفيات بسبب الاهمال. كثير من اللي يموتون بالمستشفيات بسبب الاهمال. اهمال واضح.
وأنا شخصيا عايش مع حالات وشايف حالات. وأنا أقصد كثيرة. على هذا أنت مريت من خلال وجودك في البرلمان العراقي وكنت مشرع ومراقب ومجلس محافظة. أيام مجلس محافظة شنو اللي مر عليك من قصص حتى أنا أعطيك مثال؟ مثلا أنا كنت في 2016-17 تقريبا نائب رئيس مجلس محافظة، وكنت في وقتها رئيس مجلس محافظة طيب وكالة، وكنت نفس الوقت مدير هيئة الحج الشعبي في بابل. رحت اتصلوا بي يوميا اروح اشرف على جرحى الحشد وطريقه علاجهم واتابع شؤونهم، لان جرحانا كانوا يعني يحتاجون رعايه. طيب فرحت المستشفى، احدى المستشفيات في بابل، دخلت على ردها لقيت مصاب يعني شو اسمه يشكو يا بشبي، قال والله انا جابوني الساعه 10 الصبح وهسه الساعه 8 بالليل، من 10 الصبح لحد ما جاني ولا طبيب ولا شافني طبيب. معقوله؟ قال والله. زين ليش؟ قال ما اعرف، هذا اخويا، اخوه قام يسولف لي. طبعا هو مجروح في فخذه وعنده نزف. قالوا هاي السرير الفارغ بصفي، هذا هسه اجى اخوه تاخذوه، اخذوه المستشفى الاهليه. بقى 6 ساعات هنا ما حد جاء، فخاف على اخوه، اخذه ومشى. قال هذا السرير بصفي، اسمه فلان وهذا اسمه، اذا تصلوا بيه وسالوه ليش مشى. طيب. صيحوا للطبيب. انا واقف 45 دقيقة وانا رئيس مجلس محافظة، مو مواطن. جهة رقابية تستطيع أن تعاقب وأن تحاسب. واقف ما يقارب من 40 إلى 45 دقيقة يم المريض، وأطلب كل 5 دقائق يابا وين صار الطبيب؟ إجا بعدين الطبيب. إيه. يابا ليش هذا المريض؟ ما يجاوبني. يابا احكي وياكاني. قال تمن حضرتك إيش؟ تمن حضرتك؟ إيش بطرف عينه. طبيبة كانت مو طبيب. قلت أنا رئيس مجلس. قالت وذا رئيس مجلس محافظة. أنت ما حقك تحاسبني. لا والله انا اعتقد من الناحيه القانونيه لا حق احاسبك. فاس على راحتك. خابرت مدير عام، اجى مدير عام، صار اجراء. هاي الحاله امامي مو وانا رئيس مجلس محافظه جهه رقابيه. طيب. طبعا بعدين اشترت الواسطات مع الاسف شعبنا واهلنا وربعنا يشكو من سوء الخدمه، ولما تجي تحاسب يجي يتوسط. طيب هسه هذا بجانب الصحه من مئات الحالات اللي انا شايفها. مئات الحالات. طيب بس أكو موظفين جيدين وموظفين جد يعملون نسبتهم بكل دائره. ايش قد نسبه الزينين؟ ايش قد؟ ما ادري، بس انا جاي اسال من خلال شعب موجود اطلاعك وعملك يعني ومراقبتك. نسبه حقيقه قليله بالنسبه للغالبيه. اكو حاله اهمال في دوائر الدوله. هذا طبعا لا يبرر. انا اتمنى ان المواطن لما يشوف ايش حاله يروح للجهات الرقابيه يقدم شكوى. طيب. بس ما يؤدي هذا يكون الى ان يعتدي على الموظف او نتحدث على قضيه الشكوى. خلينا نروح الى قضيه التعليم. ايضا على مستوى المدارس الحكوميه وحتى الجامعات شهدنا اعتداءات على المعلمين والمدرسين والاساتذه. هسه مره ناجح، مره مكمل، مره راسب. هذا هم مبرر على انه المواطن او الطالب او العائله يعتدون على استاذ؟ لا طبعا هذا ما مقبول ابدا. احنا اتذكر وحضرتك جزء من جيلنا او قريب على جيلنا ان شاء الله. المعلم اذا شو بالشارع نشرد. المعلم مدرس شو بالشارع اجل السبعينات. اي والله. أيه. الى الان انا الى الان قبل يومين قاعد مناسبه اجى مدرس درسني قبل يمكن في الاعداديه الرابع اعدادي. طيب. او خامس اعدادي. والله ما شفته هي سيدي قامت ترجف وسلم عليه بكل احترام وتقدير. ممتاز. واقول له شنو اسباب الاعتداء حاليا؟ الان حقيقه مع الاسف يعني هاي مواقع التواصل والتشجيع على حاله التمرد، وطبعا هي حاله انا اكد انها حاله محدوده في المجتمع العراقي. لان المجتمع العراقي تحكمه غير القانون، يحكم الأعراف والتقاليد والعشائر. وهذني حقيقة عناصر رابطة للمجتمع ومؤثرة على المجتمع. القليل من تجاوز هذه الروابط وتجاوز الأعراف، تجاوز التقاليد، قليل من عندهم. طيب. تشجعوا. وطبعا السوشيال ميديا عنصر أساسي من عناصر التشجيع على التمرد على المعلمين والمدرسين. أرجع إلى قضية الأعراف وقضية القانون، لكن نروح فاصل ومن ثم نواصل. أرحب بكم مرة أخرى مشاهدينا الأكارم، وأرحب بضيفي مرة أخرى النائب السابق حسن فدعم الجنابي. حياك الله. سيادة النائب السابق، تحدثنا عن قضية الاعتداءات قبل الفاصل أنها وصلت إلى الصحة والتعليم، وهي ربما مثل ما تفضلت بعضها بسبب سوء تعامل الموظف وبعضها ظواهر دخيلة على المجتمع. طيب إذا رحنا أو ذهبنا إلى المشرع البرلماني، المفترض اكو قوانين تدعم الموظف بكل يعني الاحوال، لكن شهدنا فقط قوانين محدوده مثل قانون حمايه الاطباء، حمايه المعلم، وما تبقى متوقف على مستوى حمايه مثلا منتسب وزاره الداخليه،
حماية موظفي الخدمات؟ برأيك اليوم يحتاجنا إلى قوانين أخرى صارمة تحمي الموظف أم ماذا؟ هي القوانين اللي شرعت أنا قانون حماية الأطباء في دورتنا تم تشريح، وهذا مو ما تحكي عن الاعتداء على الموظف أثناء الخدمة، لأن هذا مشرع في قوانين العقوبات، قانون العقوبات مشرع القانون لأي موظف بغض النظر هسه أمني بس هو دعم عسكري. هذا القانون لأنه لا قانون 111 1969 هو بسجن من سنتين إلى ثلاثة وغرامات مالية، هذا القانون أيضا إجا به عقوبات وغرامات تدعم هذا القانون. لا إجا حماية مهنية، إجا الحماية المهنية. الطبيب مثلا أثناء إجراء العملية وتوفى المريض عنده، طيب هل هذا يلاحق قانونا إلى حق قانونا يحاسب قانونا اللي لازم يحال إلى لجان تحقيقية من الجهاز الطبي نفسه الصحي ويشوف الحالة هل هاي تستوجب أن يحال القضاء؟ حماية الطبيب وحماية المعلم تحدث عن جوانب تخص المهنة وتخص ممارسة المهنة ولا تخص الاعتداء على الموظف أثناء أداء الواجب. الاعتداء على الموظف أثناء الواجب مشرع في القانون 111، طيب وهناك يعني قوانين أخرى أيضا تشير إلى هذه الحالة، حالة الاعتداء على الموظف يحاسب عليها، وهذا يعني القانون اكتفى. هسه هذا جيد وداعم للطبيب والمعلم، زين يحتاج لنا بعد قوانين؟ اعتقد بعض انا جاي من خلال ممارسة العمل، يعني من خلال مثلا اليوم من اشوف بعض المدرس المهن مثلا لجان التقدير، لجان التقييم، لجان المشتريات، اللجان القانونية، الدوائر القانونية، يعني الممثلين القانونيين في مؤسساتهم جاي حقيقة يتعرضون لضغوط في بعض المؤسسات القضائية بسبب آرائهم. مثلا المحافظ او الوزير او رئيس الوزراء يشير في هامشه الدائره القانونيه بيان الراي، الدائره القانونيه تعطي رايها تقول هذا الموضوع هذا العقار نعتقد يجب ان يؤجر كذا حسب رايي القانوني، طيب وعلى ضوء ذلك الراي احالت اللجان هذا العقار الى الاستثمار او لا، باشر عقب جرجرون نزاهه وحوسب امام القضاء ويحكم احيانا على رايه. يا هذا رايي انا، ما يصير احاكم على رايي، رايي القانوني هذا ما ملزم المسؤول التنفيذي، ما ملزم بأن يأخذ رأيي، هو يأخذ رأي يعني من يسألني أنا أنطي رأيي، بس هو أنا ما جاب رأي يأخذ رأيي، طيب فأنا رأيي عدم غير ملزم للمسؤول، ممكن إذا ما عجبه أو شافه مخالف للقانون رأيي يحيل إلى مستشار قانوني أو مشاور قانون آخر ويحاسبونه. مثل هذا يحتاج في هيش جزئيات لجان التقدير، أنا أقدر هذا هيش، أنا أقدر الموقف هيش، ولا ما تقدر الموقف طلعت فيه أكو مخالفة قانونية في العقد أو في المسألة المعينة يحال إلى القضاء لأنه هو قدر، أنا سلطة تقديرية وسلطة تقديرية لا تحاسب. يحتاج لنا قوانين ضمن نعم هذا يحمي الموظف. نعم هذه القوانين يجب أن تشرع قوانين بهذا المضمون، إحنا عندنا حقيقة نقص تشريعي في هذا الجانب، مو ترى هذا ما له علاقة، أنا هاي القوانين حماية الطبيب قانون حماية المعلمين هذا لا يرتبط بموضوع الاعتداء على يعني بعض المواطنين، لكنها تدعم المهن مثل ما تفضلت حمايتها، لكنها تدعم المهن وتحميها قانونا على مود لا يسائلون، لان الان مثلا تجي لجنه يا ابي ليش ما هذا حايل هذا المشروع ليش صار له هالقد ما محال؟ قلت والله انا خاف احيله باشر جرجر النزاهه. خل اخذك المساله مهمه جدا واعتقد عايشها انت، هي قضيه التجاوزات العشائريه عن الموظف او المحميين من قبل مسؤولين، هسه اقاربه صديقه عشيقته الى اخره، هذول مشكله يعني صار ما حيقدر يسولف وياهم، موظف اذا شغله ما صارت او بيها راي تجاوزوا عليه. هذا الموضوع شنو معالجته من خلال اذا ما قلنا انه البرلمان يحتاج الى حمايه الموظف من تشريعات؟ الموضوع العشائري طبعا هو بجانبتين، بجنبه ايجابيه لان هو موضوع العشائري هو للموظف وللمواطن، يعني هو مو هذا الموضوع العشائري مختص فقط في المواطن، ايضا مختص في الموظف، مرات موظف ما تقدر تحكي وياه، انت حاجت يا راح اسوي قوامه عليك. هو موظف بس هذا يفقد هيبة القانون، وأنا أعرف موظف في وزارة من وزاراتنا المهمة وقيل وهو موظف بدرجة عالية أكثر أعلى من المدير العام يعني أو تقريبا مدير عام يمكن، وقيل عشيرته أجوا شو اسمه أجوا على الوزير هذا يعني يعتدون عليه. زين هذا ما يفقد هيبة القانون برأيك؟ فقصدي لا طبعا يضرب يعني يؤثر على هيبة القانون، لكن هذا الموضوع يعني هو مو ننظر له من جانب واحد، جانب المواطن والقضية العشائرية لصالح المواطن، مرات هذا تستخدم أيضا القضية العشائرية لصالح الموظف نفسه بشكل عام، وأحيانا الموضوع العشائري يحل مشاكل كثيرة، أنا سمعان من قضاة كثيرين يقول 70% من مشاكلنا يحل مشاكل قضائية يحلها جزئية. بهذا كلامك أيهما أقوى،
العشائر أم القانون حتى نوقف على حماية الموظف؟ إحنا إذا كانت العشائر بمساعدة تقوم بدورها لمساعدة القانون، طبعا هذا جوار مهم جدا، ونعتقد أن أهم ركيزة، مو أهم، إحدى الركائز المهمة التي حافظ على النسيج الاجتماعي هي العشائر. شلون السالفة؟ شيء سيد مهم. حسن هو مواطن متجاوز على موظف. أنا هسه قلت لا إله بعد ما أي. فخلي يقول إلا الله. كمل يلا. فأحد ركائز المهمة في المجتمع العراقي هي يعني العشائر، هي ركيزة مهمة حافظ على تماسك النسيج المجتمعي. طيب. وتحل مشاكل كبيرة جدا يعجز القضاء والقانون عن حلها حقيقة. لكن هذا أن تسخر العشائر، تسخر هذه الرابطة المهمة وهذه الركيزة المهمة، أن تسخر وتكون أقوى من الدولة، هذا خلل في آلية واستخدام العشيرة. العشائر تستخدمها الدول والحكومات والأنظمة السياسية لمساعدة في حل مشاكلها. كلامك والله جميل، والعشائر لها إيجابيتها، يعني ما يصير العشيرة تكون أقوى من القانون. من خلال تشخيصك وتمريت بحكومات محلية وبرلمان، الآن أيهما أقوى لحماية الموظف، السطوة العشائرية أم القانون؟ لا، القانون يفترض فيما لا مو مفترض، الواقع حقيقة وانت صريح. بعض المحافظات خاصة بعض محافظاتنا الجنوبية يعني مع الأسف الموضوع العشائر أصبح أكثر تأثيرا من القانون، وسطوة العشائر كانت أقوى يعني. لكن في محافظات الوسط تقريبا، بابل، ربما نجف، كربلاء، بغداد، حتى واسط ربما أيضا نوعا ما جيدة، سلطة القانون أقوى من سلطة العشائر. طيب. عندنا في بابل هسه على سبيل المثال، بابل عندنا القانون أقوى. ظهرت حمايات المسؤولين، المحمين من المسؤولين، سموه حماياتهم، المحمين، عائلة، أصدقاء، أقارب، حبيب، عشيقة، شو سمى هاي الظاهرة؟ حقيقة في مجتمع الديمقراطي بشكل عام، يعني عفوا مو المجتمع، في النظام الديمقراطي بشكل عام هاي تظهر الحالات. ليش؟ بما أنه النظام الديمقراطي يعتمد على مبدأ الانتخابات، فبالنتيجة المسؤول يحتاج الشعب، فيضطر أن يجامل وأن يعني يخضع للمواطن أكثر من اللازم، وبالتالي يشجع هذه الحالة، تشجع أن يكون للأشخاص أو الموظفين محميين من جهاز سياسي. طيب خلي أعرض لك فيديو أنا هسه، أحد النواب وهو أكيد زميلك سواء في الدورة الحالية أو اللي قبلها تعرض إلى قوة أمنية في الشارع، وتعليقك على هذا الفيديو، نتابع ومن ثم نرجع. شباب اتحملوا الخاطري، راح نواجه بالقبل برنامج، بس سيادة النائب ارجع قانون قسم بذات الله اللي مدي دهش قمش لك شبه. يلا انا بخاف، عندكم اوامر؟ ما ادري من هو صاحب الاوامر. طيب كيف اذا كان المشرع والمراقب وهو من يحمي القانون ويتجاوز على القانون، لا سيما أنه الشرطي في الشارع هو لحماية القانون، وبالتالي هذا الرجل سواء كرجل مرور أو حماية لمدخل معين أو لمكان معين ينفذ القانون، كيف تعلق؟ طبعا الطريقة والأسلوب اللي استخدمه هو طريقة النبرة والحديث، يعني ما تليق بينا كمجتمع عراقي ولا مجتمع عشائري، بغض النظر عن أنه نائب أو منائب. طيب كإنسان ما تليق أبدا، بدل مو حلوة هاي الصايح والصوت العالي وتجاوز على الآخرين. أنت نائب وعندك سلطة عليا، بدأ مكان ما تصيح وشمر بديك، عندك تليفون تخابر على أي مسؤول، يا بك خلل هيش موضوع، واللي واقف قدامك مو إنسان عادي، هم ضابط وعنده مرسوم جمهوري، يجب أن يحترم، يجب أن يعامل معاملة محترمة ومؤدبة قدام جنوده، قدام الآخرين، قدام المجتمع، أنتك أمام الله سبحانه وتعالى. هاي القضايا، هذا السلوك، أنا أضرب لك مثال. أنا مرة في مرات في مطار بغداد بدي أسافر وياي صديقي، أنا وصديق واقفين بالسرة على ناخذ البوردينج من هاي سلم الجنط وناخذ البوردينج. طيب واقفين بالسرة قدامي ناس وراي أكو ناس، وراي واحد بس شتان جاي متأخر، وانقلبت قلاب في المطار، هؤسه هذا يركض وذاك يدبش وهذا شنو هذا كيف قمت باع شنو إجا نائب يمشي يمشون عشرة قدام يركضون. أنتوا هم نواب؟ لا صديقي كان جاي مو نائب، صديقي أنا وياه مسافرين. طيب أنا نائب وهذا النائب اللي جا زميلي، ويعني ما أنا أكثر منه تأثيرا كثير بهواية. طيب أكثر منه تأثيرا في مجلس النواب، وصوتي هواية على من عنده يعني في مجلس النواب، هو يعني قليل أشوفه أصلا ما يجي يعني. المهم فأسمع الشباب قدامي قال له ذولا شنو هاي الهوسة؟ قال هذا نائب. طبعا عشرة يقضون قدامه ما مرعت جوازات، هو عبر وجواز الحماية مالته
كنت مو جبوره الله يكون بعون الموظف وانا واقف بالاسم مهم عبر هو وجنطه اجوا الحمايه ضربه والسره كله راحوا قبل لهذا اخذوا البوردنج وراحوا وراه طبعا 10 ويات واحد راح على الجنط واحد راح للجوازات وهو عبر ما يباوع الناس اصلا قال شنو هذا قال هذا نائب قال هذا ورانا مو نائب قال هاك والله هذا ورانا نائب نحل هذا شو اسمه هاي الظاهره باقل من دقيقه حقيقه هاي التصرفات انا تشخيص مو بس هاي هذه والحمايات الهوسه ماكو والماض بالسياره ويصب ما ادري شنو وحمايه تركض ولابسين اسود هذا انسان يشعر بالنقص هذا ميت نفسيا هذا عنده عقده النقص وذا نائب وذا رئيس وزراء وذا وزير شنو يصب وخر السياره عندك شنو الحل انت منو حتى تفخر السياره عندك انت الحل مواطن شنو الحل اكو قوانين واحنا شرعنا هاي القوانين رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية العليا عليه أن يعني يكون حازم جدا في مواجهة هذه الظواهر السلبية التي تخلق حالة طبقية بين المسؤول وبين الشعب خلي الناس تشوف المسؤول واحد من عندهم واحد من شعبهم حالة يتقبل النقد يتقبل الناس الصيحة عليه يكون يقبل هو ما قبل أن يصير مسؤول يكون يقبل الناس تنتقده بس طبعا بطريقه مؤدبه ومو هيك منك من خلفك اتمنى والله ذلك ان شاء الله اتمنى انا حقيقه هذا اللي مارسته طيله حياتي ان شاء الله ويحمي الكل اشكرك شكرا جزيلا النائب السابق حسن فدعم الجنابي شكرا جزيلا لك الله يسلمك فاصل ومن ثم نواصل قصه من قديم الزمان لعبره في حاضر الايام كانت هناك امراه جالسه وبجانبها رجل في قطار متجه الى دوله اخرى بدأ التوتر ظاهرا على وجه المرأة فسألها الرجل لما أنت قلقة قالت أحمل معي مبلغا فوق المصرح به قال اقسميه بيننا واكتبي لي عنوانك وأعيده لك عند وصولنا فعلت المرأة فأعطته عنوانها ولكن عند التفتيش صاح الرجل هذه المرأة تحمل مبلغا فوق المصرح به ونصفه عندي والآخر عندها وتعاونت معها لأثبت لكم حبي إلى وطني وفعلا صادروا المبلغ وتركوا سبيلهما ولكن بعد أيام فوجئت المرأة بالرجل عند باب بيتها فقالت له بغضب ماذا تريد فأعطاها المبلغ وفوقه مبلغ آخر وقال هذه أموالك مع المكافأة فاستغربت فقال لا تستغربي يا سيدتي فقد أردت إشغال الشرطة عن حقيبتي التي فيها 3 أضعاف مبلغك فالعبرة هنا أحياناً قد يكون من يدعي الوطنية والشرف هو اللص الحقيقي وما أكثر المدعين للوطنية والشرف في بلادنا بعد التحري انتهى إلى اللقاء